بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات، فيها نرصد كل ما يجري على الساحة وكل ما يتعلق بالمشهد الداخلي والمشهد المصري، حافل بالإنجازات وإصرار القيادة السياسية على إقامة المشروعات العملاقة التي يتحدى بها تبعات كورونا التي ألقت بظلالها بلا شك القاتمة على كافة البلدان والشعوب. ولأن قطاع الزراعة قطاع منتج ومتحدي، فقد واصل ارتفاع صادرات مصر الزراعية تقدمه خلال عامنا الجاري إلى ما يقرب من 4 ملايين طن رغم فيروس كورونا وأثاره السلبية. للحديث عن هذا الملف الهام معنا في الاستوديو الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة العضوية بجامعة الزقازيق. دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك، بتنورنا دائما في ملفات. كما يشرفنا بالحضور الأستاذ عز الدين جودة، عضو المجلس الأعلى للحصلات الزراعية. أستاذ عز الدين، أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في ملفات. دكتور محمد، خليني أبدأ مع حضرتك. وبرغم جائحة كورونا وبرغم ما يمر به العالم من أثار هذه الجائحة، لأن احنا الحمد لله بالنسبة لقطاع الزراعة هناك خطوات يعني معقولة وجيدة ومشيين في طريقنا بطريقة مناسبة الحمد لله. هو حسيتك بالنسبة للمشاريع القومية اللي قامت بها الدولة وقادة السياسية مثل مشروع المليون ونصف فدان، مشروع مزارع سمكية بغليون، مشروع المئة ألف فدان صوب زراعية، مشروع البتولو اللي هو بنسميه مليون رأس بتولو في مصر أو التسمين ده، بالإضافة إلى المبادرات اللي قام بها سعادة الرئيس أو القيادة السياسية مثل 100 صحة، علاج السمنة، علاج التقزم والأنيميا عند الأطفال. بعض المبادرات زي مبادرة نور الحياة، مبادرة حياة كريمة، مبادرة المشاريع المتناهية الصغر والكبيرة والصغيرة. كل هذه أدى إلى إسراء القطاع الزراعي المصري، مما أدى إلى خفض العجز التجاري 20%، أدى إلى خفض الواردات المصرية بقيمة 16 مليار جنيه، أدى إلى خفض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، أدى إلى خفض البطالة من 14% إلى 9.5%، وأيضا أدى إلى زيادة ما يسمى بنسميه الصادرات المصرية، وصلت النهاردة أو في هذا العام 4 مليون طن بقيمة إنتاجية أدت إلى 4 مليار دولار. ده في القطاع الصغير. عندي هنا في مصر تقريبا حوالي 25 من 16 إلى 12 مجلس تصديري، ده أدى إلى منهم قطاع الزراعة أو المجلس التصديري الحصيلة الزراعية، أدى لزيادة في الدخل القومي 5 مليار جنيه. أيضا ده كله أدى أيضا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي والاستثمار العربي في مصر بقيمة 34 مليار جنيه. المشاريع الاستثمارية من 2014 حتى 2020 أدت إلى زيادة في الدخل القومي 600 مليار جنيه. إذن هذه المشاريع في من 2019 ل 2020 لم تتأثر بأي أزمة، بل أزمة كورونا أثرت القطاع الزراعي المصري. بمعنى آخر أن القطاع الزراعي المصري لن يتأثر بأزمة كورونا إطلاقا، مع أنه تأثر في جميع الدول الأوروبية زي أسبانيا. أسبانيا بس كانت بتصدر البرتقال وتعتبر من أولى دول العالم في تصدير البرتقال، النهاردة ما عندهاش عمالة عشان موضوع كورونا أثر على العمالة هناك، محدش بيجمع البرتقال على الشجر. أدت إلى أن مصر أصبحت النهاردة رقم واحد على مستوى العالم في تصدير البرتقال بحوالي 1,800,000 طن. الجزئية دي هاخدها وأروح بيها الأستاذ عز الدين، والحمد لله إحنا يعني صادراتنا في تقدم. وبالنسبة للموالح والبرتقال زي ما تفضل دكتور محمد، كيف ترى حضرتك هذه الطفرة ونوعية المنتج المصري والزراعات المصرية الموجودة والقابلة للتصدير؟ هو حضرتك زي ما حضرتك قلت، احنا في الكام سنة الأخيرة حصل تطور كتير جدا في الصادرات الزراعية، ما فيش كلام. لو بصينا الموالح من كام سنة كنا بنصدر قد ايه والآن بنصدر قد ايه، ماشي؟ لا احنا زدنا كميات كتيرة خالص، ولكن هو السنة دي مش زي ما بيقولوا ان احنا صدرنا اكتر من السنة اللي فاتت. الموالح السنة اللي فاتت كنا 1,700,000 طن، السنة دي 1,400,000 طن. لان كان عندنا شورت في مصر كبير جدا في الموالح، حوالي 40% عجز في المحصول نفسه، وده اللي خلى المحصول سعره غالي حتى عندنا في السوق، ماشي؟ هنقول كورونا ما اثرتش على الصادرات المصرية
هي مش زادت برضو الصادرات المصرية بالنسبة للقطاع الزراعي. نعم. قلت بس ما قلتش زي الأشياء التانية يعني ممكن قطاع زي الملابس ممكن نلاقيه وقف خلص، قطاعات تانية توقفت خلص، ولكن الزراعة أما هي تنقص 10 و20% نقول ده متميزة خلص خلص. نعم. ماشي. لكن في بعض السلع وقفت، مثلا ناويين نقول حاجات زي الايسبرج، زي الخضار، زي البطاطس الفريتس اللي بتتاخد في المطاعم وكلام زي كده، لأن المطاعم كانت وقفت فأصبحت نعم دي توقفت حاجات كتيره في الزراعه. ولكن نقول في النهايه ماشي احنا بنقول دايما ايه، كانوا اهالينا يقولوا الزراعه شايفين المساحات الخضراء اهي واحنا لا ما شاء الله ما شاء الله احنا حصل تطور في الزراعه في الكام سنه الاخيره دول عموما يعني. ولكن احنا بنقول ايه النهارده حضرتك، كان اهالينا يقول الزراعه ما تغنيش بس بتستر. حكايه كورونا دي بينت لنا المقوله دي، ان جينا في فتره لقينا العالم كله كان طالب الستر. ماشي، مش طالب الغنى، كان الحاجات الوحيده اللي ماشيه واللي الناس بتدور عليها المنتج الزراعي. نعم. اللي هو هيتاكل وهنشرب ويتعمل. أيوة. فاحنا بنامل بقى حضرتك في المزيد، زي ما حضره الدكتور قال السبات الزراعيه فيها طفره اللي عملها ده الحكومه في الجيش وكلام زي كده. لان احنا المفروض نبقى مزرعه اوروبا وروسيا في الشتاء. نعم. جوينا كويس، ميزه نسبيه في المكان، ميزة نسبية في العمالة، فعندنا كل المميزات اللي تخلينا حضرتك مش اللي احنا فيه، احنا مش مبسوطين باللي احنا فيه، شايفين عايزين نزيد عن اللي احنا فيه. الرئيس السيسي اهو في افتتاح الصورة يا استاذ ما شاء الله، يعني حاجة محترمة وحاجة حديثة وحاجة متطورة. عايز اعرف تعليق حضرتك على الصورة، وهاخد برضو نفس التعليق من الدكتور محمد، لان الصوب الزراعيه دي يعني من الحاجات الحديثه والحاجات الجيده وبتدي محصول مضاعف. حضرتك مش مضاعف بس، حضرتك احنا لسه بنقول في ازمه الميه ومش ازمه الميه. نعم. الصوبات الزراعيه دي بيسموها الزراعه الراسيه. ايوه. مش الافقيه، يعني انا عشان انتج من الفدان مثلا كذا طن، فلنفترض طماطم ممكن تجيب 20 30 طن مسطح. نعم. اللي هو الارض المكشوف. في الصوبات ممكن توصل 150 طن. أيوه. مش هنقول بقى ان في هولندا 300 طن صالح للتصدير من الفدان. ماشي، فتخيل انت حضرتك الفدان لو جبت 300 طن معناها انه انتج قد 10 فدادين من الارض العاديه ونفس الميه. ده ما كانش اقل من نفس الميه اللي هي بياخدها الفدان الري السطحي. ماشي، لان الري بالتنقيط في الصوب مهما كان هيستهلك ما بيستهلكش ميه كتير حضرتك. نعم. فاحنا ميتنا شويه مش ارضنا اللي شويه. مساحه مصر صالحه بنسبه 70% اذا وجد لها الماء. طب احنا ما عندناش ميه هتكفي 20%. يبقى احنا بندور عليه، بندور ازاي نوفر كل نقطه ميه. نعم. هي دي حضرتك اللي بتوفر الميه. اروح للدكتور محمد، الصوب الزراعيه وكيف ترى حضرتك اهميتها بالنسبه للزراعه في مصر وهذه الاعداد الكثيره والمتناميه، في ظل طبعا ان احنا بنحافظ على الميه بتاعتنا وكل قطره مياه يجب ان نستفيد منها الاستفاده القصوى. مشروع ال 100 الف فدان صوب زراعيه ده مشروع. نعم. الرئاسه من 2016 بدا العمل فيه بشركه وطنيات المحميه. أيوه. المشروع ده ليه اربع مراحل، كانت المرحله الاولى كانت تمت في العاشر من رمضان. نعم. وكانت هناك حوالي 600 صوب على مساحه 2500 فدان، دي بتديني. نعم. تكفي لمليون شخص في الشرقيه والاسماعيليه كاكتفاء ذاتي من محاصيل الخضر وكذلك الفاكهه. أيوه. عند جنوب ابو سلطان هناك عندي 12500 فدان بتكفي ل 15000 فرصه تعمل لشباب، وبتدي 3.4 مليون مواطن بتخدم المنطقه كلها في اكتفاء ذاتي من الخضر والمحاصيل. نعم. اما عند منطقه محمد نجيب العسكريه هناك. نعم. حوالي 1300 صوبه زراعيه على مساحه 10000 فدان، ده بتكفي انتاج 2.3 مليون طن خضروات 2.3 مليون مواطن كماده كغذاء في البحيره والساحل الشمال المنطقه دي. نعم. طيب من حيث الميه، توفير الميه، الصوبه الزراعيه انا لو عندي 200 متر مكعب ميه عز بيه، لو عندي 200 متر مكعب ميه، ال 200 متر مكعب ده بيكفوا الى انتاج 150 طن طماطم في 70 يوم دي داخل الصوبه. اما لو عندي 3600 متر مكعب ميه بيديني حوالي اقل منها حوالي بالظبط 25 طن طماطم في 90 يوم، اذا انا وفرت الميه بنسبه 95%. الصوبه الزراعيه بتوفر ميه من 70 الى 90% اذا كانت عليه التكنولوجيا، اذا انا هوفر ميه. رقم اثنين، التربيه فيها زي ما حضرتك قلت تربيه راسيه، يعني بربي النبات على خيط، فبالتالي هستفيد من وحده المساحه، يعني الواحد متر مربع فيه 3 نبتات. نعم. ولو عندي صوبه 10000 متر مربع يعني عندي 30000 نبات. المتر مربع بيديني في فلفل الالوان وسعادتك طبعا في التصدير بيديني 12 كيلو جرام، يعني الصوبه الواحده هتديني حوالي 120 طن
في الموسم، لو عندي طماطم اللي هي بنسميها طماطم المائده في العشر شهور هتديني 250 طن، لان انا عندي المتر مربع فيه ثلاث نباتات والصوبه 10,000 متر مربع، يعني عندي 30,000 نبات في الصوبه، فبالتالي هزود الانتاجيه. رقم اثنين في الصوبه الزراعيه هتوفر عماله، العماله في مصر عملت خفض في العماله، خفض في البطاله 75,000 فرصه عمل، دي في المرحله الاولى والثانيه والثالثه. لسه المرحله اللي بعد كده اللي هي 51,000 فدان في منطقه الصعيد والمنيا والفشن في المنيا وغرب المنيا، دي هتوفر فرصه عمل. رقم ثلاثه في الصوبه الزراعيه سدت الفجوه بين الانتاج والاستهلاك، انا كان عندي فجوه قبل الصوبه كبيره جدا في الاستهلاك والانتاج، لا اصبحت الفجوه قليله جدا جدا. الاهم حاجه في الصوبه الزراعيه ان هنتج محاصيل زراعيه تخلو تماما من المبيدات الحشريه، تخلو من الاسمده الكيميائيه، فبالتالي هيبقى عندي ميزه تنافسيه مع الاتحاد الاوروبي مجلس التعاون الخارجي والامريكا وروسيا في تصدير المنتج الخاص. الجزئيه دي هاخدها واروحها للاستاذ عز، لان يعني حضرتك لك خبره كبيره في اوروبا وروسيا وغيره بالنسبه للصادرات الزراعيه المصريه. حضرتك كلمنا عنها والطفره اللي موجوده عندنا، الموالة عندنا، فواكه عندنا، الجوافه والفراوله والرمان، كل ده الحمد لله يعني الحمد لله. عندنا طفره لا باس بها في هذه الزراعات، وحضرتك بقى حطينا في الصورة كاملة. هو حضرتك زي ما معالي الدكتور قال انه بالنسبة للزراعات في الصوب او خارج الصوب حتى النهاردة، نعم، لما بنيجي نصدر الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي النهاردة وحتى بعض الدول العربية كتير النهاردة بقى بتطلب التحاليل. أيوه. اللي هو ان هو عايز البضاعة بس صيد مظبوط، اللي هي مش اورجانيك يعني، لا تحت مستوى المتبقيات او الزراعة النظيفة او الزراعة الامنة يعني. نعم. العالم كله النهاردة بقى بيأكل بهذا الشكل. ماشي. فالصوب بتوفر هذا المنتج لان فيها مهندسين كويسين، فيها ناس بتتابع فين المنتجات. وحضرتك بتتكلم ايه ما شاء الله يعني على مستوى راقي جدا، وفي اهتمام كبير وفي ما كان في عملية الشغل والتجميع والنظافة وحاجة على مستوى راقي يا أستاذ عزيز. لا احنا عندنا محطات في مصر ومنشآت النهاردة ما شاء الله ما شاء الله. أيوة. يعني أحسن من أسبانيا وأحسن بلاد كتير خالص خالص. نعم. بالنسبة للموالح بالذات. نعم. لأن احنا حققنا في الموالح طفرة كبيرة في الكام سنة اللي عدوا دول، الله أكبر يعني. فنتمنى تبقى في كل حاجة إن شاء الله. أيوة. نتمنى الصوبات الزراعية، بس احنا بادئين متأخر في الصوبات الزراعية، فما فيش حاجة هتيجي معانا في يوم بالليلة يعني، مش في سنة واتنين هنعمل الطفرة الكبيرة، لكن احنا متأخرين عن العالم كله. نعم. يعني هولندا بدأ من زمان، تركيا بدأ من زمان، أسبانيا بدأ من زمان. نعم. احنا بادئين كام 2016 مثلا في القصة دي، ده بالنسبه للجيش. قبل كده كان فيه تجارب بسيطه. احنا بادئين في الصوب الزراعيه، القرار كان الشركه الوطنيه للزراعه المحميه التابعه لمشروعات الخدمه الوطنيه في الجيش او القوات المسلحه. نعم. جبت القرار 2016 وتم التنفيذ في فبراير 2018 بال 100,000 فدان صوب زراعيه. رقم اسبانيا رقم واحد على مستوى العالم في الصوب الزراعيه، تسبقنا فقط بحاجه بسيطه جدا جدا، احنا لما نوصل 100,000 فدان صوب زراعيه اسبانيا 107,000 فدان صوب زراعيه. رقم اثنين المغرب، رقم ثلاثه تركيا. فاحنا رقم هنكون رقم واحد ان شاء الله بعد تنفيذ المشروع كاملا اللي هو 100,000 فدان صوب زراعيه. المرحله الرابعه هتبدا ان شاء الله في 21 في منطقه الفشن في المنيا وفي وغرب الفشن في المنيا وغرب المنيا اللي هي 51,000 فدان و11,000 فدان في اللاهون في الفيوم. فبالتالي كده هنكون اكتملنا ال 100,000 فدان صوب زراعيه. ال 100,000 فدان صوب زراعيه ده هيدي فرصه كويسه جدا جدا، كاني زارع مليون فدان ارض مكشوفه. ثانيا هيحقق انتاجيه في الحقل من 7 ل 10 اضعاف، كاني زارع انا صوبه واحده فدان كاني زارع 10 افدنه او 7 افدنه. ثانيا هيوفر بالظبط 90% من الميه، هيوفر 100% من المبيدات، هيوفر التربه. ليه التربه ديت؟ في حاجه اسمها التربه البديله في الصوبه الزراعيه. نعم. التربه البديله انا بستخدمها عشان ما يكونش في امراض، ما يكونش في بكتيريا، ما يكونش في فيروسات، ما يكونش في نيماتودا. فانا لو استعملت البكتيريا، استعملت التربه البديله في الصوبه الزراعيه، هوفر مبيدات واسمده كيميائيه ما يعادل 14 مليار جنيه. ايه هي التربه البديله؟ اما هي الكومبوست، حضرتك عارف قصدي بيه، او الفرن كومبوست، او جيب القش الرز اللي هو عامل مشكله النهارده في شهر 9 و10 بنسبه 1:1، قش رز زائد واحد رمل، انا اخلط الرمل بقش الرز وازرع فيه. ازرع فيه بقى في حته مهمه جدا جدا في الزرع، جميع التربه المصريه نادر بيها ست الاعلامي تربه قلويه. تربه قلويه يعني ايه؟ يعني لا تستطيع ان النبات يستفاد من العناصر
الصغرى في التربه المصريه. انا النبات نفسه بيحتاج 13 عنصر غذائي. نتيجه التربه القرويه في 6 من ال 13 بترسبه، يعني حوالي 50% من العناصر الغذائيه بترسب في التربه، فالنبات ما بيقدرش يحصل عليه، فيحصل على النبات اعراض نقص العناصر وقله الانتاج. انا بعوض لي داخل الصوبه، الصوبه بتعوض لي ده لما بستعمل التربه البديله، فبزود الانتاجيه 7 ل 10 اضعاف، وبقلل المبيدات والاسمده الكميه بنسبه 100% مبيدات و 50% اسمده، فبالتالي انا وفرت ملايين داخل الصوبه، كنت ممكن استخدمها في حقل مكشوف. نعم استاذ عز، يعني هي الحته دي على فكره مهمه كمان بتاع التربه البديله. ان انا ما بحتاجش تعقيم التربه تاني، لان انا لو زرعت في الارض العاديه في الصوبه بعقم الفدان بحوالي 40,000 جنيه. طب تمام. فالتربه البديله محترم ورخيصه لا هي مش رخيصه، معلش يعني لا لو هنحاول نعملها هنا في مصر لازم ينشف لها بديل، لكن الكوكونات والبطمس اللي بيجي من بره ده انا مش عايز استورده، ده غالي كتير. لكن لو حاولنا حضرتك نعمل قش الرز ونحاول نشوف له خلطه في مصر بالظبط، ما هي وعملناه رخيص زي ما بيبقى بره رخيص. في تجارب طبعا هي التجربه، طبعا في تجربه التجربه ان عندنا في مصر 1,000,000 فدان مزروع ارز السنه دي، 177,000 فدان في كفر الشيخ. مظبوط 177,000 فدان مزروع في كفر الشيخ عند سعد بلد الاستاذ عز، دي احصائيات 2020. فبالتالي انا بقى عندي مليون على مستوى الجمهوريه، مليون فدان، الناتج بتاع مليون فدان 3,000,000 طن قش رز. انا لو خدت 3,000,000 طن قش رز دولت وعملت لهم فرم في الفرامات وكده، وخلطت بنسبه واحد لرمل، رمل 1% رمل الى 1% قش رز، بعمل بيئه بسيطه خالص ورخيصه خالص في التربه البديله. انا لما ازرع فيها النبات وبظبط البي اتش، بيش النبات من 6.5 ل 7.5، فبالتالي اصبح لا قلوي ولا حمضي. فده مهم جدا جدا ان النبات ياخد كل العناصر الغذائيه بتاعته، فيبقى في زياده في انتاج، زياده في الازهار، زياده في العقد. حطه في الارض مباشر ولا في بلاستيك يا دكتور؟ ده سعادتك في داخل الصوبه بلاستيك، هيبقى في الارض في بلاستيك بالظبط حضرتك. بلاستيك داخل التربه. ثانيا انا في نهايه الموسم لو اللي حصل تحلل في الاشرز بفرده، وكان اهم حاجه كنت بقولها زمان نفسي تتعامل حتى في الصوبه زراعي نادر بيه. ايه المشكله لما ياخد، يمكن دي كل يعني لما اتكلم في حاجه زي كده ما حدش يقتنع بيها، ايه المشكله لما انا داخل الصوبه الزراعيه دي اخد دوره 30 يوم او 40 يوم دوره انتاج حيواني، يعني اربي دواجن داخل الصوبه الزراعيه 30-40 يوم، وبعد كده اخد الدواجن ابيعها وازرع مكان الدواجن اي محصول محصول خضر او فاكهه. ليه بقى؟ انا سميت الارض طبيعي من الدواجن، يعني انا خدت دوره دواجن هبرت او غيره، وبعد كده اسيب من السبله او الروس او السمك العضوي في تغذيه النبات، هوفر الاسمده الازوتيه. الاسمده الازوتيه النبات بتعمل مشاكل كبيره جدا جدا. الاسمده الازوتيه بتعمل مشكله، ان اول حاجه بتهيج المجموع الخضري، يعني بتخلي المجموع الخضري عالي جدا جدا. فبالتالي عشان العنصر المعدني اللي هو بنسميه النترات المعدنيه تتحول الى نيتروجين عضوي، النبات بيستهلك طاقه عاليه جدا جدا، فدي بتبقى على حساب التزهير والعقد والاسمار، فالاسمار بيقل. رقم 2، التسميد الازوتي لو لما بيزيد في مصر على النباتات ده بيزود المجموع الخضري، فبيبقى عرضه النبات للحشرات في الاصابه والامراض الفطريه والبكتيريه، فباثر على الازهار والعقد وباثر على النباتات وده باثر على المحصول. استاذ عز بقى عايز اسال حضرتك برضو من خلال يعني خبره حضرتك الكبيره في الصادرات الزراعيه ووجودك في دول كثير بتستورد مننا، ملاحظاتهم ايه؟ ابتدى يبقى عندنا اهتمام كبير حتى بالليزر بنكشف على المنتجات الزراعيه بتاعتنا قبل ما تتصدر، ايه الملاحظات السلبيات التي يجب تلافيها لزياده صادراتنا الزراعيه؟ تمام. هو حضرتك بالنسبه للصادرات الفريشه احنا عملنا طفره فيها في مصر كويس، كالموالح، فراوله، بطاطس، بصل، رمان، خلاف ورمان كله ماشي. نعم. ولكن التصنيع الزراعي في مصر ما زلنا لسه بنحبو فيه ماشي. التصنيع الزراعي فيه مميزات كثيره حضرتك، اولا قيمه مضافه للمنتج، زائد ان هو حضرتك بيشتغل لما المنتج يجي يرخص فيقوم ياخد من الفلاح المنتج ما يخلوش يجح خالص، زي عصير الطماطم مثلا، الصلصه او اي كونسنتريت بالظبط كده. ما بيخليش لما يبقى في مصانع كتيره للصلصه ما تخليش المحصول يجع من الفلاح خالص يموت. صحيح. ما تخليش كيلو الطماطم يبقى ب 50 قرش، مصنع الصلصه على الاقل ياخد بجنيه ونص، يبقى حفظنا للفلاح على الاقل تكلفه معينه، ونرحم الناس من استغلال جشع بعض التجار. يا استاذ عز ده هي بتعمل ميزه كمان، التصنيع الزراعي بيعمل ميزه، ما بيخليش السوق في سنه يبقى مثلا الكيلو ب 10 جنيه وفي سنه ب 50 قرش. ليه؟ الفلاح بيزرع مش خايف، ليه؟ لو السوق يجى عنده وفي عنده مصانع بتشيل. صحيح. بتجيب على الاقل تكلفته. نعم. فرقم واحد بتحفظ التوازن في الاسواق اللي هي المصانع حضرتك، بتعمل قيمه مضافه،
ما بتخليش البضاعة اللي كانت هتترمي هتترمي دخل قومي. يبقى إذا بتعمل دخل قومي حضرتك. بس إحنا لينا في التصنيع لسه نظرتنا قصرة فيه. أيوه. لأنه التصنيع في العالم كله فيه تجيح تاني شوية. إحنا في مصر نفسنا وأنا شايف إن الرؤية بتتغير اليومين دول بكويس. إن اللي بيعمل مصنع بيحاول يساعده الزان. الزان تصريحه تطلع بسرعة. الزان المكن اللي داخل يدخل للزان بسرعة يبقاش عليه جمارك. موضوع الروتين والبيروقراطية دي عايزين تماما عشان نقدر ننطلق للأمام يعني. نأمل بس هو حضرتك مش في يوم بليلة لأن هو مراس عندنا أصلا. نعم. ده مش وليد اليومين دول. ده مراس من زمان اتزرح فينا وانزرح في النظام الإداري في مصر. ده على ما نخلص منه هناخد وقت شوية. فلازم الإعلام له دور يثقف المسؤولين. رئيس الدولة مش هيعمل كل حاجة لوحده. مزبوط. المفروض كل مسؤول أقول له إنه كل مصنع بيفتح ابنك ممكن يلاقي فيه فرصة عمل. بلاش ابنك. ابن واحد تاني يلاقي فيه فرصة عمل. نعم. فوفرت لابنك فرصة في مكان صحيح. تاني. مزبوط. اسمحوا لنا نشوف يعني تقرير أعده زميلنا خالد صالح ثم نعود نستكمل النقاش. السلام بحضراتكم من جديد. دكتور محمد عايز من حضرتك يعني تشرح للسادة المشاهدين الفرق ما بين الزراعة التقليدية والزراعة العضوية والزراعة النظيفة وإزاي احنا داخلين في موضوع الزراعة العضوية ومميزاتها وبنتوسع فيها. تمام سعادة الإعلامي. هو الزراعة العضوية ببساطة خالص هو نظام زراعي بيئي اجتماعي متكامل. نعم. بيهدف في شغل انا استخدام المفترسات الحشريه، استخدام الطفيلات الحشريه، استخدام المركبات الحيويه. أيوة. والاسمده الحيويه والمستخلصات النباتيه. نعم. بدون وزود بدون استخدام اي مبيدات حشريه، دون استخدام اي اسمده كيميائيه، بهدف حدوث توازن في الطبيعه، بهدف الحصول على اعلى هامش ربح للفلاح والحصول على منتج امن نظيف يطرح في السوق المصري والمحلي ويصدر للاتحاد الاوروبي لتحقيق عمله صعبه. نعم. ده ببساطه زراعة عضوية، يعني ما استخدمش أي مبيدات ولا أسمدة. أيوة. الزراعة النظيفة وده اللي بينادي بها يمكن نعز به. الزراعة النظيفة هي عبارة عن أسلوب من الزراعة بنستخدمه في مصر بيتم فيه استخدام مبيدات، بيتم فيه استخدام أسمدة كيميائية، بيتم فيه إيه؟ منظمات نمو، ولكن تحت الحدود المسموح بها من توصيات لجنة المبيدات بوزارة الزراعة. يبقى أنا معايا مرشد زراعي، مهندس زراعي هو اللي بيقول لي حط الدوز ده، حط المبيد ده. وهذا متوفر بالفعل. يعتبر دلوقتي أعلى شوية. الموضوع ده يمكن شغال دلوقتي في مصر أعلى من الزراعة العضوية شوية. يعني عندي زراعة تقليدية أكتر، ثم يلي زراعة نظيفة، ثم يلي الزراعة العضوية. الزراعة النظيفة هي فيها مبيدات، بس أنا لما أجي أحلل الثمرة بتاعتي في التصدير أو في أو حتى في المحل هنا بيكون فيها النسبة المسموح بها للتصدير أو ما فيهاش. عشان انا ماشي بجزء معين. اما الزراعه التقليديه دي اللي بيشتغل بها عامه الشعب المصري اللي هي ما فيهاش يعني عند 52 مليون فلاح مصري، ده عامه الشعب شغال بزراعه تقليديه بيستعمل مبيدات عشوائيه، بيستخدم اسمده كيميائيه عشوائيه بسرعه عشوائيه، فده بيأثر على الشعب المصري بالسلب، بيأثر على الصادرات وبيأثر على صحه الانسان، وفي الاخر بصرف اسمده ومبيدات بفلوس وفي الاخر ما بتجيبش نتائج مربحه للفلاح. طيب ايه مميزاتها في مصر عشان احل مشكله الميه؟ انا لو بزرع الزراعه العضويه في مصر الفدان الواحد لو انا بزرع تقليدي زراعه تقليديه عشوائيه الفدان في الريه بياخد من 300 الى 400 متر مكعب ماء في الريه الواحده. انا لو بزرع عضوي
الفدان بياخد من 60 الى 80 متر مكعب ماء في المياه الواحده. لو انا عضو، لو انا شغال عضو داخل بيئه بديله، بياخد 3 متر مكعب ماء فقط في الريه الواحده. اذا انا وفرت ميه للدوله بقل عدد الريات. الاهم من كده، والعالم كله بيشهده ومصر كلها بتشهده، الاحتباس الحراري، التغيرات المناخيه، التقلبات المناخيه الناتجه من كثره استخدام الاسمده والمبيدات. ده طبعا مضر جدا بالنسبه للزراعه بتاعتنا. طبعا احتباس حراري ناتج من زياده الاسمده وزياده المبيدات اللي بتمتص ثاني اكسيد الكربون وبتمتص الاشعه تحت الحمراء، فبترفع درجه حراره الجو. لذلك الشتاء عندنا النهارده مرتفع درجه حرارته 7-8 درجات عن كل عام خلال 10 سنوات اللي فاتوا، بيؤدي الى التصحر الوراثي على مستوى العالم. رقم 4 في رقم 4 في الزراعه العضويه التكلفه. يعني انا اشتغلت في الزراعه العضويه في الفاصوليا هذا العام، الفدان كلف 2800 جنيه واداني انتاجيه 1500، يعني طن و500 كيلو، طن ونص. في حين الارض الكيميائيه استخدمت معايا فلوس 6000 جنيه وادتني من 750 ل 900 كيلو جرام من الفاصوليا. وبالنسبه للميزه فيها ايضا التكلفه الانتاجيه، زياده الانتاجيه. انا عندي النهارده البنجر السكر في الزراعه التقليديه بيديني 30 طن. في الزراعه النظيفه النهارده اداني 37 و40 طن. عند القمح اداني 30 طن في الزراعه النظيفه، اداني 18 طن كمستوى عام على مستوى مصر في الزراعه التقليديه. بالنسبه للقصب السكر نفس الانتاجيه بيديني ايضا نفس الانتاجيه في الزراعه العضويه اعلى من الزراعه الكيميائيه. عايز ارجع استاذ عز الدين، وشايفين اهو الاجهزه اللي بيفوت والري بالتنقيط والري الحديث، وازاي كل اراضينا وكل فلاحينا وكل مزارعينا يا استاذ عز يبتدوا ان هم يبعدوا بقى عن الهدر في المياه وكذا، ويبقى فيه اجهزه حديثه للري تدي له المحصول المناسب، وفي نفس الوقت ما نهدرش المياه بتاعتنا. هو في حاجات هتمشي تنقيط وبيفت وكلام زي كده، وفي اماكن مش هتمشي. ولكن كل مكان ينفع ري تنقيط وري حديث حرام علينا انه يشتغل ري غامر. طبعا. يعني انا بشوف حضرتك على النابوريه في ناس بتسقي ري غمر لغايه النهارده، رغم انه ما فيهوش ميزه. يعني هو زرع موالح، الري الغمر ممكن بيجي لي 30-40% في الانتاجيه، بس هو عشان بيجيب نتيجه عكسيه، بس هو عشان قريب من الميه طول النهار، مكنه بتطلع ميه قد كده بتحدف في الارض، ده بياخد ميه 10 اضعاف على الاقل الفدان اللي بالتنقيط، مجموعات الري اللي بيجيبوها 10 اضعاف الميه اللي هي بالتنقيط. وفي نفس الوقت هي جريمه لا تفيد، يعني هي مش ما بتفيدش الفلاح. ده لازم يتوعى، ولازم يمنع اي حد في الاراضي الصحراويه بيسقي. احنا جربنا في الاراضي الطينيه حضرتك في مئات الافدنه بنزرع خضار، بس ده مش هيمشي مع القمح، مش هيمشي مع الرز، مش هيمشي مع الزراعه التقليديه. لكن كل فدان بنزرع خضار في الدلتا لو انزرع تنقيط حتى لو بمكنه صغيره هتلاقي انتاجيته ان ما كانتش بتزيد 70-80% واحيانا 100%. اذا بيجيب ثمن الشبكه وثمن كله. ده دورنا ايه؟ لازم يكون في توعيه. البستسايد زي ما الدكتور بيقول اللي هو الزراعه النظيفه حضرتك دي مهمه جدا، بس الاعلام عليه دور. طبعا زي ما الدكتور قال احنا بيستخدم فيها كل المبيدات. بس بيستخدم المبيد اللي بتكسر، لان في مبيدات ما بتكسرش بتقعد 5-6 اشهر. بنستخدم مبيد مثلا 3 ايام نجمع، بعد 5-7 ايام نجمع، بعد 9-10 ايام نجمع، بعد 12. لابد زراعي ومتخصصين يقعدوا معاهم، لابد مع مانع المبيدات اللي ما بتتكسرش. صحيح. اللي هي بتقعد 5-6 اشهر. طبعا الحاجات العضويه والمفترسات والكلام زي كده ده امل بنتمناه كلنا في مصر طبعا. يعني نتمناه مش نتمناه حتى ان احنا نطلع زراعه عضو بس، لا نتمنى ان نطلع بالبستسايد برضه. ارجع للدكتور محمد والبحث العلمي يا دكتور اسطنبول، سلالات جديده بالنسبه للرز غير شرعيه للميه وبعض المحاصيل الزراعيه التي تجود في يعني درجات الحراره المرتفعه او المنخفضه او غيره، هناك بالتاكيد تجارب كثيره ومجهود كبير في هذا الاطار. عندنا في الزقازيق محافظه الشرقيه كليه الزراعه جامعه الزقازيق، الكليه الاولى على مستوى الجمهوريه من اكثر من 30 سنه بدات تشتغل في حاجه اسمها ارز الجفاف. ايوه. رز الجفاف اللي احنا سميناه رز عرابي، هذا المحصول او هذا الصنف من الرز هو بمثابه طفره في المحاصيل الاستراتيجيه يلي القمح. بمعنى انا لو زارع حضرتك فدان ارز تقليدي اللي هو 107 جيزه 107 جيزه 172 174 175 كاصناف قديمه، نعم. الفدان بيستهلك ميه خلال دوره حياته 8000 متر مكعب ميه.
اما في الرز اللي هو عرابي اللي هو اللي احنا استنبطناه برز اسمه ارز الجفاف مع الزراعه النظيفه بتاعتنا، الفدان بيستهلك ميه 4000 متر مكعب ميه، يعني وفر 50% من الميه. رقم 2 المحصول هنا اللي هو رز الجفاف بيديني 5 طن للفدان، المحصول التقليدي بيديني 3.5 ل 4 طن للفدان. رقم 4 كيلو الرز من الحبه للحبه، يعني من الحبه من نحطها في المشتى لحد محصودها حبه، كيلو الرز في رز عرابي او رز الجفاف بيستهلك ميه الكيلو واحد 1.5 متر مكعب ميه، وده بقى على نطاق واسع، نطاق واسع جدا. لا اصبح نطاق واسع في بعض المحافظات، لكن الرز التقليدي من حبه للحبه الكيلو، من الحبه للحبه بيستهلك 2.7 متر مكعب ميه للفدان. رقم 3 التقاوي، انا بستعمل 70 كيلو في رز الجفاف تقاوي للارض، انا بستعمل حوالي 100 كيلو في التقليدي. ليس هذا فقط، رز الجفاف ده محصوله عالي، ثانيا ما فيش حشائش، انا برويه كل 20 يوم، انا بروي زي القمح والذره مش زي غمر، كل يوم كل 20 يوم، فبالتالي مفيش حشائش مفيش ادنبه، فهوفر مبيدات الحشائش وهوفر حاجه اسمها التلويط بنسميها كده في الرز، مفيش عماله، فبالتالي هوفر عماله. حتى في مكنه الميه اللي شغاله هنا بياخد حوالي ساعتين ري، لكن التقليدي بيقعد له حوالي 4-5 ساعات ري. ده بالنسبه للمقارنه. عدد التفريع، التفريع في الرز العربي 18 فرع، لكن الرز التقليدي من 4 ل 5 فرع. اذا هنا الانتاجيه عاليه وهوفر، وهوفر ميه، لان حصه مصر في الميه هي عباره عن 80 مليار متر مكعب ميه. حصتي من النيل 55.5 مليار متر مكعب ميه، مياه الامطار اللي بتنزل على الدلتا 1 مليار متر مكعب ميه، مياه الابار 5 مليار متر مكعب ميه، استهلاك الزراعه في مصر يتعدى 62 مليار متر مكعب ميه، ودي طفره حاجه وحشه جدا جدا، انا انا استعمل في مصر 62 مليار متر مكعب ميه، فده هدر للميه ومفيش قيمه مضافه ليه. ده مشكله كبيره. الاستهلاك المنزلي عندي في البيت، انا بستهلك ميه في البيت عندي 10 مليار متر مكعب ميه، اذا لابد من وقفه هنا، تحقيق الزراعه الارضيه، الزراعه الامنه بهدف ترشيد استخدام الميه، ترشيد استخدام المبيدات، وترشيد استخدام الاسمده الكيميائيه، لان السماد الحيوي دي حتى بسيطه، حتى المزارع عاوز يفهم مني، الاسمده الحيويه او المركبات الحيويه هي عباره عن اسمده تجعل النبات يمتص قدر بسيط جدا جدا من الميه، فبالتالي محتواه قليل من الميه، فهتكون الاصابه قليله، فهيكون فتره تخزين المنتج عندي طويله جدا جدا، فهيهرب منين؟ من الفساد والتلف والعطب كميه. ايضا القمح، القمح عندي في مصر ممكن ان اتوسع فيه، انا عندي بزرع في مصر 3.2 مليون فدان قمح، 3.2 مليون فدان، عشان يدونا كام طن؟ يدونا 10 مليون طن للمواطن، انا بستهلك 16، يبقى انا بستورد كام؟ 6 ب 200 مليار. طب انا في الزراعه هنا في القمح اتوسع في زراعه المصاطب الكثيفه، اتوسع كزراعه راسيه، استنبط الاصناف مقاومه الملوحه، الاصناف عاليه الانتاجيه، الاصناف اللي بتقلل الميه، احنا عندنا عندنا مركبات في كليه زراعه جامعه الزقازيق وجامعه السادات مع الدكتور محمد فتحي سالم، مركبات حيويه تضاف للتربه وترش على النبات بتقلل النبات انه يمتص ميه عن طريق حاجه اسمها طبعا احنا عايزين تعميم الكلام ده وصوله للفلاح يا دكتور، يبقى في كل مزارع وفي كل محافظه بنعمل في قوافل ارشاد، بس للاسف ندري بيها حضرتك استاذ العلامي، المشكله في الزراعه العضويه او الحيويه عشان نعممها ونفحها ما بيقتنعش، اولا الفلاح غير مقتنع بمردود الزراعه الحيويه، مش مقتنع خالص، حتى لو شافها مش مقتنع، ثانيا مهندس زراعه، ما فيش مهندس زراعه متخصص، ما فيش مرشد متخصص، ما فيش عماله مدربه. عندي حاجه اسمها مكاتب التفتيش والاعتماد والتسجيل، مصر فيها كم مكتب؟ 7 مكاتب، 4 قفلوا وفضل 3، اذا هو نقص مكاتب التفتيش والاعتماد والتسجيل مش موجوده، نقص يعني مش عايز برضك اركز عليها، نقص دور الايه؟ الاعلام، ان هو برضك مش عامل تسليط على حته الزراعه العضويه. اروح الاستاذ عز، وبقى فين دور الارشاد الزراعي وبنك الائتمان الزراعي والجمعيات بتاعه المزارعين؟ وشايف حضرتك بتبتسم، يعني يبدو ان الدور متقلص، ازاي نعيشه، ازاي نرجعه، ازاي نهتم بفلاحنا ومزارعينا، لان هم يعني يجب ان هم برضو يبقوا على علم بكل هذه التطورات الحديثة اللي تفضل بيها الدكتور محمد وغيره، ونبقى على ارض الواقع بننفذ. يعني طبعا الجمعيات التعاونيه بتاع زمان دي خلاص، دي تقلصت خلاص، ما عادش دورها موجود. المرشد الزراعي المرشد الزراعي ده انقرض خلاص، يعني اللي بيطلع معاش ما بيجيش بداله، ما اعتقدش ان حد فاضل مرشدين زراعيين بتوع زمان يا دكتور، اعتقد او حاجات بسيطه جدا اللي فاضله منهم، يعني واحد لا بيمارس دور غير دور الارشاد الزراعي دلوقتي، يعني انا واثق انه ما عادش بيمارس نفس الدور بتاع زمان. فدي حاجه عايزه تعمل لها كوادر من جديد. ايوه مع وعي الناس، الفلاح المصري على فكره بيفهم كويس، بس عايز المعلومه توصله بالظبط. احنا ما بنيجي نتكلم البص السيد، معلش يمكن انا بقولها البص السيد وببقى زعلان، اللي هي مستوى المتبقيات اللي موجود، ما تبقى تنجل الفلاح، يعني ايه ترش، يعني ايه تعمل، يعني ايه تخلي. تاني حاجه المبيدات اللي هي حضرتك ممنوعه ما تخشش، ماشي. طيب
لما بيجي فيه دور من الاساس متخلص. من الاساس موجود ليه؟ الموجود اللي بيقعد 5 شهور ده في الثمره ده موجود ليه اصلا ولا 6 شهور؟ مين وجده؟ وزاره الزراعه هي اللي تتحكم في الموضوع. طبعا ده حضرتك صحيح. ممنوع تماما ان يكون موجود. طيب النهارده في بدايل في العالم كله اللي هي المقاومه الحيويه والكلام زي كده والكيماويات اللي هي حضرتك عضويه وكلام من هذا القبيل. دي عامله طفره في العالم كله ماشي. طيب ازاي تشتغل عندنا في مصر؟ ده عايزه وعي النهارده ماشي. انا مش هاخد كلام الدكتور ماشي رغم ان انا عارف شغله كويس ماشي تماما، لكن يبقى في تجارب على ارض الواقع. نقول انه في تجربه في الحته الفلانيه، ادي اللي مزروع عادي وادي اللي مزروع عضوي. انت خايف من العضوي ليه رغم انه جايب محصول زي العادي واحسن وتكلفته اقل؟ ارض الواقع ده، ارض الواقع ده وده معمول ماشي. ومش عيب ان احنا نشجع كدوله، لكن الدوله يقول لك ده الدكتور ده بيعلن عن نفسه. قال ما هو اذا اجتهد وعمل شغل كويس والناس هتكسب من وراه ما يعلن عن نفسه. انا ليه النتيجه حضرتك؟ انا كره ان يبقى في خير ليه ولا في نعمه ليه؟ بالعكس ماشي. بالعكس اللي عمل شغل كويس يساب عليه ان هو كويس ماشي، واللي قاعد عايز يشرب شاي وقهوه يخليه يشرب الشاي والقهوه بتاعته. نعم. والراجل اللي نزل يشتغل على مجال غير، لكن كله بيخاف ان يجيب واحد ناجح يقول لك ده بيعملوا له مش عارف ايه وبيعملوا له بروبانجا وبيعملوا له. انا عايز اعمل له، انا عايز اعمل له بروبانجا. امال البلاد هتتقدم ازاي؟ اسمحوا لنا نشوف تقرير اخر ثم نعود لنستكمل النقاش. بالرغم من جائحة كورونا وتداعياتها التي عانت منها جميع دول العالم، إلا أن مصر ظلت شامخة اقتصاديا وصناعيا وكذا زراعيا، وذلك بفضل صواعد أبنائها من الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي والذين لم يتوانوا عن أداء واجبهم الوطني، مما كان له بالغ الأثر في مضاعفة حجم الصادرات. الفلاح المصري هو عصب الاقتصاد، لأن الفلاح بينزل الزرع والسوق بيبيع. يعني احتاجين السماد والحاجات دي عشان الزرع يقوم حلو يطعيه يشغل الناس زي حالتنا ناكل عيش. محتاج ان حد يسنده، محتاج ان حد يكمل معاه. مصروف ارض بمصروف بيزيد، اسمده زايده، مبيدات زايده، ظروف شغل زايده، وسعر منتج بيجي في وقت السوق واقف برضه الناس يعني. بس اهو يعني الناس بيكافح. اهم شيء الارض بتاعتنا، الفلاح يحافظ على الارض، نحافظ على الغذاء بتاعنا. فلابد من خلال دعم الدوله للفلاح، لابد ان الدوله تهتم شويه من ناحيه تسويق المنتجات الزراعيه. دي اهم شيء، لان الفلاح اهم شيء بالنسبه له هو المنتج الزراعي، المنتج بتاعه، المنتج بتاعه. لو ربنا سهل الحال وحصل على عائد كويس من الارض هتلاقي كلنا فال بالارض. وهكذا يبقى الفلاح المصري على مر الزمان عصب التنمية والركن الاهم في معادلة الاقتصاد القومي واحد اهم اضلاع التنمية المستدامة. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. دكتور محمد يوسف، دعم الدوله للفلاح وافكار من خارج الصندوق وكيف نستطيع ان نحل بعض المشاكل اللي تكلم عنها اخواننا في التقرير من شويه، المنظومه تشتغل ازاي، الزراعه مع الري مع الماليه مع بنك التسليف اللي كانوا بيقولوا عليه، ازاي ننعش هذه المنظومه لنجعلها تسير في مصلحة المزارع مصلحة الفلاح، وبالتالي الأسواق تنتعش وأيضا يبقى فيه تصدير ويبقى فيه طفرة زراعية. الفلاح مش مقتنع، هو في دعم للفلاح على الأسمدة الكيميائية، في دعم. احنا عندنا في مصر 18 مصنع للأسمدة المعدنية سواء أزوتية أو فوسفاتية، في 18 مصنع بتنتج حوالي 24 مليون طن أسمدة. احنا بنستهلك 9 وبنصدر، ورجعنا القياده السياسيه انشات مجمع الاسمده الفوسفاتيه المركبه في عين السخنه، وده بينتج سنويا 1 مليون طن وبنصدره ل 42 دوله. أيوه. وفي دعم للفلاح على الاسمده، اي ما فيش على المبيدات بس في على الاسمده، لكن الفلاح غير مقتنع. الفلاح لو انا بدي له كمرشد زراعه اقول له الفدان ده هيستهلك 2 شقاره يوريا او نترات، لا بيحط 5.
علميا النبات بياخد فقط 22.7 من قيمه الاسمده اللي لازم يبقى في اشراف بقى اذا حلقه الوصل كان عايز يتكلم فيها حلقه الوصل مفقوده ما بين الوزاره وبين المزارع او الفلاح. ما فيش النهارده اكبر اصغر واحد في النهارده الارشاد الزراعي في الوزاره عنده 58 سنه من سنه 84 ما فيش تعيينات، فكان في مهندس زراعي عنده 58 سنه، فدي ظروفه الصحيه ما تسمحش النهارده ان ينزل الحقل او صوبه يعمل توصيات وقوافد ارشاديه وحملات قوميه شباب جديد. فبالتالي انا عايز اعمل ناس تشتغل بالظبط على علم العلم النهارده الشباب مش عايز يتعلم بسرعه، عايز كل حاجه ياخدها بسرعه كده، مش عايز يتعلم على فتره طويله. دي رقم واحد. رقم اثنين، انا بالنسبه للفلاح عشان ادعم الفلاح انا بقول له والله انت لو اعتمدت على الزراعات الحيويه مبدئيا حتى على نطاق ضيق عندك في الارض وقارن ما بين الكيماوي وما بين الحيوي، النهارده انا لو استخدمت عرش النباتات ومخلفات المزرعه النباتيه مع مخلفات المزرعه الحيوانيه، انا عندي سياده الاعلامي حوالي 100 مليون طن مخلفات نباتيه تهدر بنسبه 60% حرق وتم سحابه سوداء. عندي 37 اشهر ارز بتعمل سحابه سوداء وبتعمل مشاكل بقى لنا مده طويله جدا جدا. صحيح قللنا منه كتير، عملنا مهرجان كبير عليه وقال من كام سنه 2017 ايوه. او عندي 37.5 مليون طن مخلفات حيوانيه بتحرق بنسبه 40%. انا عايز المخلفات النباتيه مع الحيوانيه واعمل كومه مكبوره عندي في الغيط عند الفلاح وافهمه يعمل ازاي كومبوست او فيرم كومبوست في الغيط. ده عباره مش بتتاخد وتتعمل عليه للماشيه، ده ممكن تستخدم اسمده وعليه فعلا اسمده او عليه. انا ممكن اعمل سيلاج، دي حاجه السيلاج ان هو الدور النهارده لكن انا في الغيط بجمع المخلفات عندي واعمل كومه مكموره هوائيه واعمل حاجه اسمها ايه الكومبوست. الكومبوست ده انا كنت هحرق العرش ده او حرق المخلفات دي فعمل تلوث، يبقى عندي بعد بيئي وبعد اقتصادي. حرقت انا القش فعمل تلوث، انا لما استخدمه واصنع منه كومبوست صنعت اسمده حيويه من غير فلوس، ما كلفتش فلوس وديت النبات وزود الانتاج بدون تكلفه. لكن انا واستخدمت اسمده كيميائيه في المزرعه عندي انا اشتريتها والدوله استخدمت فيها فلوس عشان تتحول، عاوزه طاقه عشان تصنع الاسمده المعدنيه، الطاقه بيطلع عنها ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون بيعمل تلوث في البيئه. فاذا هي فعلا عايزه مهندس زراعي، عايزه مرشد زراعي يفهم الفلاح ايه دور الزراعات الحيويه وازاي يعمل كومه في الغيط عنده او يعمل كومبوست او فيرمي كومبوست. ده لازم نعمل نقدم دعم كويس للفلاح وده عن طريق المهندس الزراعي او مرشد زراعي. بس ما فيش مهندسين طالعين دلوقتي في فانا كنت بقول ايه، كل مثلا منطقه مركز في مثلا 1000 فدان اللي خريجين كليه الزراعه اللي هم ما عندهمش وظايف، كل واحد من مهندسين الزراعيين يتولى 50 فدان، وال 50 فدان دول لهم 50 شخص مثلا او 20 شخص يدوا اجر شهري للمهندس الزراعي وهو يقوم بالاشراف على 50 فدان داخل القريه او داخل ايه المركز. فانا حليت البطاله وفي نفس التوقيت استفدت من علم المهندس الزراعي في مجال الزراعه وفي مجال التسميد او في مجال تغذيه النباتات. نعم استاذ عز، عايزين نتكلم عن مشروع برضو لزياده القدره التسويقيه للمزارعين، مساعده المزارعين، المراه ودورها في هذا الموضوع. عندنا حاجه اسمها المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، ممكن تخش ازاي، ممكن تشتغل ازاي، ممكن المنظومه كلها تخدم على بعضها ازاي. تمام. هو طبعا زي ما كان بيقول اللي بيتكلم في التلفزيون دلوقتي ماشي، التسويق. نعم طبعا التسويق مهم، لان اي شغلانه بتبدا الاول من الاخر مش من الاول. أيوه. هبيع ايه وابيعه بكام؟ نعم. اقوم اعرف ازرعه ولا ما ازرعوش. أيوه. مش بعد ما ازرع بدل ما يلاقيش مني ويفسد مني واجي ارميه او ابيعه بربع تكلفه او الى اخره. ماشي. أيوه. طيب نحن لما بنيجي نقول مشاريع صغيرة ومشاريع كبيرة وخلافه، على فكرة هي كلها منظومة واحدة. نعم. المشروع الكبير هو بيجر مشاريع صغيرة في ريحه. أي. لوحده. نعم. يعني لو فرضنا ان واحد فتح مثلا منشأة كبيرة للتصدير بيحتاج ايه؟ هتلاقي بيحتاج حضرتك صندوق بلاستيك، ما بيعملوش، اتنين تلاتة بيشتركوا في مكنة وبيعملوا، في شريط بلاستيك، في كليبس، الزاوية ماشي اللي هي بتاع الكورنر، في تكامل في شغل البلت، تلاقي واحد تاني بيصنعها، طب الكرتون، طب مش عارف ايه. فتلاقي اي حضرتك صناعه لو كبيره بتطلع في ريحها صناعات تانيه صغيره. نعم. ف طيب ما فيش حاجه اسمها صناعه صغيره بتشتغل لوحدها. اي في بره مثلا حضرتك بتلاقي مصنع عربيات واللي بيصنع له مش عارف ايه واللي بيصنع له ايه واللي بيصنع له ايه، 50 شغلانه بتخش مصانع. نعم. صغيره في مصنع. أيوة. العربيات اللي شغال. هو هنا برضه هي بتنشا لوحدها الصناعات الصغيره من رحم الصناعات الكبيره. نعم. وبتخدم على، لكن احنا هنقول ايه هو المناخ. المفروض اي واحد النهارده بيعمل مصنع
اضرب له تعظيم سلام. في فرق بين واحد بيعمل مصنع واحد بيعمل مرقص، ده مختلف عن ده خالص. ماشي. لازم يبقى كل مسؤول في مصر عارف مصنع. يعني ايه مصنع بيتبني. دكتور محمد ادركنا الوقت، كلمات ختامية. الدولة ماشية على خطى مستقيمة في مجال قطاع الزراعة. قطاع الزراعة هو القطاع الذي يحظى بمكانة عظيمة في مصر. هذا القطاع الذي يمثل 34% من القوى العاملة. هذا القطاع الذي يحقق 20% من إجمالي الصادرات. هذا القطاع الذي يحقق 18% من الناتج القومي. إذن القطاع الزراعي المصري هو الوحيد الذي لن ينهار ولم ينهار في جائحة كورونا، رغم جميع الدول العظمى التي انهار فيها قطاع الزراعة. قطاع الزراعة هو الذي نجى جميع الدول ومواطنين كل الدول كمواد غذائية كنا بنقدمها لهم عن طريق قطاع الزراعة، سواء في البرتقال 1,300,000 طن، سواء في الفراولة، سواء في العنب، سواء في البصل. فكانت مصر رائدة في تصدير هذا المنتج للعالم في هذه الجائحة. كلمة ختامية سريعة. يعني احنا انا شايف ان شاء رب العالمين ان في خير جاي، لان طبعا البنية الاساسية بتتعمل في مصر بشكل كويس، وده اساس الاستثمار في مصر. طرق بتعمل كويس، كهرباء بقى فيها وفر، في حاجات كتيرة، في مشاريع قوانين كتيرة بتتعمل بالنسبة للاستثمار وكلام زي كده، لان عمر ما في بلد هتنجح. البلاد مش بالثروات على فكرة، عمرها البلاد بالعمل. اليابان ما فيهاش ثروات واسمها اليابان. المانيا ما فيهاش ثروات واسمها المانيا، بس بتعمل حتة حديدة بتعملها عربية مرسيدس، بدل ما هي بكذا بتبقى بكذا. فان شاء رب العالمين انا شايف انه في طفرة هتحصل ان شاء رب العالمين، ونأمل بالزيادة ان شاء الله. نصلوا في قبضة الرحمن ومن تجلى عليها وحميها، والقادم افضل ان شاء الله. استاذ عز الدين جول، عضو مجلس اعلى الحصاد الزراعيه، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا في هذه الحلقه من ملفات. الشكر موصول للدكتور محمد يوسف، استاذ الزراعه العضويه بجامعه الزقازيق، شكرا جزيلا لحضرتك. القادم افضل ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.